السن. اقصد لكن التمرين مش المعسكر. التمرين تمام. عندنا بقى النهارده طبعا زي ما حضرتك اشرت ان في احد العضويات تم الاعتداء عليها من قبل الامن بتاع شركه الامن اللي اسمها شندي، وللاعضاء كلهم بيطالبوا برحيلها بسبب سوء معاملتهم للاطفال والسيدات والفتيات. النهارده برضو طبعا هم بينفذوا تعليمات، زقوا احد العضويات، احد يعني سيده، زقوا سيده بعنف وطلعوها بره عشان هي قالت كل اللي بيحصل ده مسرحيه وتهريج وهرج ومرج، وده كله مخالف للقانون، وده تهريج اللي بيحصل ده تهريج ودي مسرحيه. انفرد الوطن بنشر هذه اللقطات وزعناها. تمام. عندنا طبعا حصلنا على تصريحات من محمود عبد المنعم كهربا. حضرتك عارف طبعا نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك واخد قرار بتجميد كهربا وتحويله للتحقيق، واللاعب هيقضي على التحقيق يوم الاحد. والكلام كله ان اللاعب محول للتحقيق علشان وشايه راحت رئيس النادي ان هو تشاجر في الساحل الشمالي، كان سهران في احد الاماكن وتشاجر مع احد رواد المكان، وده كان لما الفريق حاصل على اجازه. احنا حصلنا على تصريحات لكهربا، الراجل قال ان هو بيدافع عن نفسه يعني، وبيقول ان هو احترم قرار التجميد واحترم قرار تحويل التحقيق علشان ما حدش يتهم ان هو بيثير المشاكل، وان هو عايز يفتعل مشاكل مع الاداره او يفتعل مشاكل مع الجهاز الفني. وقال انا فعلا طلبت بتعديل عقدي ماليا لان العقد بتاعي ما يتناسبش مع قدراتي الفنيه ولا خبراتي كلاعب دولي، وفي لعيبه دوليه موجوده في الفريق بتعامل معامله ماليه غير المعامله اللي انا بتعاملها. وقال برضو ان هو كان اكثر اللاعبين حزنا على الخساره امام نجوم اف سي، وقال اسالوا جميع اللعيبه عشان في ناس اتهمته ان هو ما كانش واخد الامور بلا مبالاه، لا قال انا كنت حزين جدا، وقال ان هو بيبذل اقصى جهد داخل الملعب، وزي مش زي ما الناس بتقول ان هو بيبخل بجهد او بعرق على الفريق، الكلام ده مش حقيقي. قال لان اللعيب اي لعيب كوره هو راس ماله ومستواه الفني. وقال ان هو بيبذل اقصى جهد جوه الملعب، وان هو مش هيفتعل ولا يصير اي مشكله، لانه عارف ان في حاله تربص بيه، وعارف ان في ناس مستنيه له يعني بالبلد كده الغلطه زي حسب تعبيره. عندنا برضو الغاني الشبونج، طبعا هو سافر خارج مصر وهو موجود في قطر بيتعاقد مع احد الانديه، وليه تصريحات قال ان هو مش هيعود تاني للزمالك مجددا، وقال ان هو تعرض للاهانه من قبل مسؤول الزمالك، وان الامر وصل بينه وبين مسؤول الزمالك للتراشق بالالفاظ. وقال ان مسؤول الزمالك خصموا اموال كتير من مستحقاته الماليه بدون وجه حق، وان هو دلوقتي بيستشير محاميه عشان يقدم شكوى في الاتحاد الدولي الفيفا ضد نادي الزمالك، وقال ان هو ليه 220 الف دولار مش هيتنازل عن مليم منه. تمام. عندنا برضو طبعا الفريق في معسكر